بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 58. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى والرجعية زوجة بدليل أن الله سبحانه وسلم رجع إمساكا بقوله سبحانه والطلاق مرتان إمساكا بمعروف أو تسريح بإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: والزوجية رجعة، والرجعية زوجة. الرجعية هي المرأة التي طلقت دون الثلاث، طلقت دون الثلاث من غير أخذ عوض، سميت رجعية لأنها يصح أو يجوز لزوجها مراجعتها في أثناء العدة، أو بعبارة أخرى تقول الرجعية هي المطلقة طلاق السنة، طلاق السنة. وطلاق السنة هو ما دون الثلاث، ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن سماهم الله بعولة، والبعل معناه الزوج، فدل على أن المطلقة دون الثلاث بغير أخذ عوض ما دامت في العدة فإن زوجها الذي طلقها له مراجعتها بردها إلى عصمته على ما بقي من طلاقها. وبعولتهن أي أزواجهن سماهم الله بعولة في ذلك، يعني في العدة. أما إذا تمت العدة ولم يراجعها بانت وانتهت الرجعة. وقال تعالى: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني قاربن انتهاء العدة، فأمسكوهن بمعروف. والإمساك معناه المراجعة، أو سرحوهن بمعروف، ولا تمسكوهن ضرارا. فسمى الرجعة إمساكا، والإمساك معناه الإبقاء على ما كان من الزوجية. نعم. وإذا كانت المطلقة الرجعية زوجة فلها ما للزوجات من الحقوق، من النفقة والسكنى والمبيت عندها، لها ما للزوجات من الحقوق ولا تحتجب عنه لأنها لا تزال زوجة. بل إن الشارع يحب أن يراجعها، يحب منه ذلك، ولها أن تتجمل له وتتعرض له لعله يرغب فيها فيراجعها. نعم. وسمى المطلقين بعولة، فقال عز من قائل: وبعولتهن حق وردهن، فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه. كذلك إذا كانت الرجعية زوجة فإنه يلحقها طلاقه، لو طلقها ثانية لحقها الطلاق لأنها زوجته. وظهاره لو ظاهر منها فإنه يتعلق به أحكام الظهار من الكفارة وتجنبها حتى يكفر الذين يظاهرون
منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا تحرير رقبة إلى آخر الآية، فيصح ظهاره منها ويلزمه الكفارة إذا أراد أن يراجعها. أما إن كان ليس له بها رغبة يتركها تقضي عدتها ثم تنتهي، لكن إن أراد أن يراجعها فلا بد من الكفارة. نعم. فيلحقها طلاقه وظهاره ولعانه. ولعانه، عرفنا اللعان في الدرس السابق. خلعه. نعم. فيلحقها طلاقه ويلحقها خلعه. لو قالت والله أنا ما أريدك ولا أريد أنك تراجعني، ما أريد أنك تراجعني، أبى أبذلك كذا وكذا من المال ولا تراجعني، صح ذلك، له أن يقبل ويأخذ المال ولا يراجعها، فيصح القلع فيها في أثناء العدة لأنها زوجة. نعم. ويرثها وترثه. لو ماتت في العدة ورثها لأنها زوجته، وإن كانت مطلقة منه إلا أن طلاقها لم يبنها منه فيرثها، وكذلك العكس لو مات هو في العدة فإنها ترث لأنها لا تزال زوجة. قوله تعالى وبعولتهن حق بردهن في ذلك، والزوجان يتوارثان في نص كتاب الله عز وجل، يتوارثان ما لم يكن هناك مانع من موانع الإرث الثلاثة وهي القتل والرق واختلاف الدين. نعم. لأنها زوجته فثبت فيها ذلك كما قبل الطلاق. نعم. مسألة، ولها التزين لزوجها والتشرف له. لها أن تتزين وتستشرف له لعله يرغب فيها. نعم. وله وطرها والخلوة والسفر بها لذلك. لأنها زوجته له أن يطأها، وإذا وطئها صارت رجعة فقد راجعها، وله أن يسافر بها ويكون محرما لها في أثناء العدة لأنها لا تزال على عصمته، وله الخلوة بها لأنه محرم وزوج لها. نعم. ولأن الله سبحانه قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، وهذه زوجة، والذين هم لفروجهم حافظون عن الوقوع في الفاحشة إلا على أزواجهم، وهذه زوجة، فله أن يطأها وإذا وطئها تحققت الرجعة. نعم. وهذه زوجة فيباع له منها ما يباع من الزوجات. نعم، من وطئها والاطلاع على عليها، اطلاع على عورتها لأنها زوجة. نعم. مسألة، وإذا ارتجعها عادت على ما بقي من طلاقها. إذا ارتجعها عادت إلى عصمته زوجة على ما بقي من طلاقها، إن كان طلقها واحدة تعود إليه بطلقتين فقط، وإن طلقها اثنتين تعود إليه بطلقة واحدة. نعم. ولا تكون مطلقة من ثلاثة أحوال. نعم. ولا تكون مطلقة من ثلاثة أحوال. الأول أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأول، فهذه تعود إليه على طلاق ثلاث بإجماع منهم، قاله ابن المنذر. إذا المطلقة إذا رجعت إلى مطلقها بعقد أو بغيره، بعقد أو برجعة، فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون بانت منه بينونة كبرى، فهذه لا يحل له أن يراجعها، ولا يحل له أيضا أن يتزوجها بعد العدة حتى تنكح زوجا غيره، ولا بد في الزوج الآخر أن يكون زواجه لها زواج رغبة لا زواج حيلة وتحليل،
ولا بد أيضا أن يطأها، فلا يكفي العقد، لا يكفي أن يعقد عليها الزوج الثاني، فلو عقد عليها زوج آخر وطلقها قبل أن يطأها لم ترجع إليه، لقوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي بتها زوجها وتزوجت ولكن زوجها الثاني ليس به قدرة على وطئها فطلقها، طلقها الثاني، فأرادت أن ترجع إلى الأول وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني لا بد من الوطئ، مجرد العقد للزوج الثاني من غير وطئ لا يبيحها للأول. هذه واحدة. الثانية البائن بينونة صغرى، بينونة صغرى كالتي طلقت دون الثلاث ولم يراجعها حتى انتهت عدتها، أو التي اختلعت من زوجها بمال أخذ منها عوضا على الطلاق أو على الخلع، فهذه تبين ليس له مراجعتها باين، لكنها تسمى بينونة صغرى، فإذا رغب فيها في العدة أو بعد العدة فله أن يعقد عليها عقدا جديدا بمهر وإجراءات العقد المعروفة، لكنها ترجع إليه على ما بقي من الطلاق. الأولى اللي قلنا الباين بينونة كبرى ترجع إليه بطلاق ثلاث، لأن الطلاق الأول انتهى، استهلك وانتهى، فتعود إليه إذا تزوجها بالشروط السابقة تعود إليه بطلاق ثلاث. هذه زوجية جديدة لا علاقة لها بالزواج الأول، تعود إليه بطلاق ثلاث. أما الثانية التي قلنا بائن بينونة صغرى إذا عقد عليها عادت إليه بما بقي من طلاقها فقط كالرجعية. الحالة الثالثة الرجعية التي ذكرناها، تعود إليه بما بقي من طلاقها. نعم. والثاني المطلق. نعم. ولا تخلو المطلقة من ثلاثة أحوال. الأول أن يطلقها ثلاثا فتنكح زوجا غيره ويصيبها، يصيبها، لا بد يصيبها الزوج الثاني، ما يكفي أنه يعقد عليه. نعم. ثم يتزوجها الأول فهذه تعود إليه على طلاق ثلاث بإجماع منهم، قاله ابن المنذر. هذا نكاح جديد ما له علاقة بالنكاح الأول، فيتزوجها على طلاق ثلاث. نعم. والثاني أن يطلقها دون الثلاث ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد قبل زوج ثالث، فهذه تعود إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. نعم. الثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، فإنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث، وهو قول أكابر من أصحاب رسول الله. هذه متفرعة عن الحالة الثانية، لكن الحالة الثانية تزوجها بعد العدة ولم تتزوج غيره، تعود إليه بما بقي، لكن هذه الحالة بعد العدة تزوجت بزوج آخر ثم طلقها الزوج الآخر ثم تزوجها الزوج الأول وهي بائن بينونة صغرى. اختلف العلماء رحمهم الله هل ترجع إليه بطلاق جديد، طلاق ثلاث، نظرا لأنها تزوجت بزوج آخر بعده، أو ترجع إليه بما بقي من طلاقها ولا نظر للزوج الثاني. هذا المذهب أنها ترجع إليه بما بقي من طلاقها، وهو الذي ذكره هنا. ولو كان حصل بين النكاحين زوج أجنبي تعود إليه بما بقي ولا تأثير لزواج هذا الرجل الأجنبي. نعم. الثالث طلقها دون الثلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها الأول، فإنها تعود إليه على ما بقي من الثلاث،
وهو قول كافر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران وعمران بن حصين وأبي هريرة وزيد وعبد الله بن عمر. وعنه تعود إليه على طبقات ثلاث، وهو قول ابن عمر وابن عباس، لأن وضع الزوج الثاني مثبت للحل فيثبت حلا ليتسع لثلاث طلقات كما بعد الثلاث. نعم. ولأن وضع الثاني الأول هو المذهب. نعم الأول هو المذهب. نعم. ولأن وضع الثاني يهدي للطلقات الثلاث فأولى أن يهدي ما دونها. ودليل الأولى أن وقت الثاني دليل الأولى يعني الرواية الأولى. نعم. أن وقت الثاني لا يحتاج إليه لإحلال الزوج الأول فلا يعتبر حكم الطلاق كوقت السيد، ولأنه تزويج قبل استيفاء الثلاث فأشبه ما رجعت إليه قبل وقت الثاني. نعم. وقوله أن وقت الثاني يثبت الحلم فلا يصح لوجهين: أحدهما منع كونه مثبتا للحل أصلا، وإنما هو في الطلاق الثلاث غاية للتحريف، بدليل قوله سبحانه: فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره وحتى يغالى. وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحلية محللا تجوزا بدليل أنه لعنه، سماه محللا لا لأنه يحلها للأول ولكن لأن قصده التحليل، سماه محللا لأن قصده التحليل لا لأنه يحللها للأول، بل لعنه النبي صلى الله عليه وسلم وسماه التيس المستعار، تيس المستعار من باب التنفير من هذا العمل، لأن هذا احتيال على ما حرم الله سبحانه وتعالى. نعم، نكاح التحليل لا يصح ولا يحلها للأول إذا كان هذا قصد. ولشيخ الإسلام رحمه الله مؤلف في هذا، سماه أقوى ما قيل في نكاح التحليل. نعم. وإنما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الزوج الذي قصد الحلية محللا تجوزا بدليل أنه لعنه، ومن أثبت حلا لا يستحق لعنه. لو كان زواجه وهو ينوي التحليل يحللها للأول لما لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أن عمله هذا كبيرة من كبائر الذنوب، والمحرم لا يترتب عليه تحليل. نعم. الثاني أن الحل إنما يثبت في محل فيه تحريم وهو المطلقة ثلاثا، وها هنا هي حلال فلا يثبت فيها حل آخر. وقوله إنه يهدم الطلاق قلنا بل هو غاية لتحريمه، وما دون الثلاث لا تحريم فيه فلا يكون غاية له. مسألة: وإذا اختلفا في انقضاء عدتها فالقول قولها مع يمينها إذا ادعت من ذلك ممكنا. لو قال لها راجعتك، قال للرجعية راجعتك، قالت هي انقضت عدتي قبل أن تراجعني فمراجعتك خارج العدة، هو يقول لا أنا مراجعك راجعتك في العدة، اختلف هل الرجعة في العدة أو لا، فالقول قولها لأنها أدرى بنفسها، القول قولها لأنها أدرى بنفسها وهي مؤتمنة على ما في رحمها، فإذا ادعت أنها انقضت عدتها قبل مراجعته فالقول قولها، لأن الزوج لا يدري عن عدتها وانتهاء حيضتها الثالثة ما يدري عنها. نعم. يقول الله سبحانه: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن. فهذا ائتمان لهن، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، في أرحامهن من حيض أو ولد، دل على أنها مؤتمنة على نفسها، فإذا أخبرت عن نفسها وخالفها زوجها فالقول قولها هي. نعم.
هي تقول أنت راجعتني خارج العدة من أجل أن تبطل الرجعة، وهو يقول أنا راجعتك داخل العدة من أجل أن تصح الرجعة. القول قولها. نعم. فلولا أن قولهن مقبول ما حرم عليهن كتمانه في الشهود، لما نعم. حرم عليهن كتمان الشهادة دل على قبولها منهم. نعم. وقوله إذا ادعت من ذلك ممكنا، يعني أنها تدعي انقضاء عدتها في القرون في زمان يمكن انقضاؤها فيه كالشهرين ونحوهما. يعني يشترط لقبول قولها أن يكون قولها ممكنا، أن يكون قولها ممكنا، فإن كان قولها غير ممكن إنه لا قبول له، لأن الواقع يكذبه. نعم. وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها لم تسمع دعواها. لو مثلا قالت انقضت عدتي ولم يمضي على طلاقها إلا أقل من شهر، لم يمضي على طلاقها إلا أقل من شهر، فهنا الواقع يكذبها، لأنه لا يمكن للمرأة أن تحيض ثلاث حيض في أقل من شهر. أما إذا ادعت ذلك لشهر صح هذا، لأنه يمكن للمرأة تحيض ثلاث حيض في شهر واحد، أما قبل الشهر فلا يقبل منها. نعم. وإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن انقضاؤها فيها، يعني أقل من شهر، المدة التي لا يمكن انقضاؤها فيها أقل من شهر بالحيض إذا كانت من المعتدات بالحيض. نعم. لم تسمع دعواها، مثل أن تدعي انقضاؤها بالقرون في أقل من 28 يوما إذا قلنا الأقهار الأقهار، أو في أقل من 29 يوما إذا قلنا هي الحيض، لأننا نعلم كذبها. نعم. وإن ادعت انقضاءها بالقرون في شهر لم تقبل دعواها إلا ببينة، لأنه يروى عن علي ولأنه ينذر جدا يرجح ببينة، فإذا زاد على الشهرين لم ينذر كنذرته في الشهر فقبل من غير بينة. أما إذا ادعت ذلك في أكثر من شهر فإنه يقبل قولها، لأن قولها ممكن. نعم. مسألة، وإن ادعى الزوج بعد انقضاء، يمكن يشكل عليكم إن كيف إن المرأة تحيض ثلاث حيض في 29 يوم؟ نقول نعم تحيض أقل الحيض يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوم، هذه 14، ثم تحيض يوم وليلة، ثم تطهر 13 يوم، هذه 14 يوم ثانية، حصل لها حيضتان أليس كذلك؟ حيضتان وطهران، ثم تحيض يوم وليلة، فهذه كم؟ 29، صار ممكن إذن، صار ممكنا، لأن يكون أقل الحيض يوم وليلة وأقل الطهر 13 يوما. نعم. مسألة، وإن ادعى الزوج بعد انقضاء عدتها أنه قد كان راجعها في عدتها فأنكرته فالقول قولها بإجماعهم. فالطار يا شيخ. نعم. فالطار أقل من 28 يوم إذا كان قرون عند المالكية كذلك، إذا هذا ممكن في الشهر أيضا، ممكن في الشهر. نعم. لأن عندهم الطهر أقل من 13 يوم. نعم. يمكن يكون أقل. نعم. لأنه ادعاها في زمن لا يلبسها. نعم. والأصل عدم الرجعة في حصول البينونة. القول قولها لأنها مؤتمنة. نعم. مسألة، وإن كانت له بينة حكم له بها بقوله البينة على المدعي. أما إذا جاء ببينة أنه راجعها في العدة فإنها تقبل البينة، لكن الكلام في قبول قولها إذا لم يأتي ببينة، لأنها منكرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة على المدعي واليمين على من أنكر. نعم. وإن كانت له بينة حكم له بها بقوله البينة على المدعي،
وإن كانت قد تزوجت ردت إليه سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل بها، لأنها زوجته فترد إليه كما لم يتزوج. هذه مسألة، إذا طلقها خرجت من العدة وتزوجت ثم ادعى أنه مراجعها في العدة، مراجعها في العدة، إلا لو وركته وتكلم عقب ما تزوجت قال أنا غايب ما دريت أنا غايب، وفعلا هو غايب، هو غايب، فلما جاء وجدها متزوجه ومراجعها قبل خروج عدتها، وأثبت ذلك بالبينة، أثبت ذلك بالبينة، ترد إليه، ويكون عقد الثاني غير صحيح، ويكون وطئه لها وطئا بشبهة، وطئه لها وطئا بشبهة، ترد إلى الأول، لكن لا يطأها الأول حتى تنقضي عدتها لئلا تكون حاملا من الثاني، وهو يتجنبها إلى أن يبرى رحمها ثم هي زوجته إذا أقام البينة. أما إذا كان حاضرا في البلد وساكت تزوجت، أو ربما أنه حاضر إلى الزواج ثم بعد ذلك ادعى أنه مراجعها، نقول لا، أنت حاضر وسكوتك دليل على أنك مقر إلى الزواج الثاني وأنك لم تراجعها، يعني فعلك يكذب دعواك، فليس لك رجعة عليها. نعم. باب العدة. العدة بكسر العين فعلة مأخوذة من العد وهو الحساب، والعدة تابعة للفراق بين الزوجين، تابعة للفراق بين الزوجين بطلاق أو بوفاة. والعدة معناها التربص أي الانتظار، تربص أي الانتظار للمفارقة، فلا تتزوج حتى تكمل مدة من الزمن حددها الله سبحانه وتعالى. والمعتدات ست، أنواع المعتدات ست. الأولى الحائل ذات الأقراء، هذه عدتها ثلاثة قروء، قال تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء قيل هي الحيض وقيل هي الأطهار. الثانية المطلقة الحامل، المطلقة الحامل، وهذه عدتها بوضع الحمل من وفاة وغيرها، لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، فإذا وضعت حملها بعد الفراق خرجت من العدة ولو بلحظة، يمكن الحمل يتخلى بسرعة ويمكن يطول مدته إلى 3 سنين أو 4 سنين، المهم أنه ما تخرج من العدة حتى تضع حملها. الثالثة الصغيرة، الصغيرة التي لم تحض، والكبيرة التي بلغت سن الإياس، فهذه عدتها 3 أشهر، قال تعالى واللائي لم يحضن، نعم، قال سبحانه وتعالى يتربصن بأنفسهن واللائي يئسن من المحيض، واللائي يئسن من المحيض، هذه آية الطلاق، آية سورة الطلاق، وتسمى سورة النساء الصغرى، سورة النساء الكبرى التي في أول القرآن، وسورة النساء الصغرى هي سورة الطلاق. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن، فجعل الله الأشهر بدلا من القروء للاتي لا يأتي عليهن حيض لكبر أو لإياس بلوغ سن الإياس، والإياس بعد 50 سنة. الرابعة التي أتاها الحيض كانت حائضا ولم تبلغ سن الإياس، ولكن ارتفع حيضها انقطع أصابها آفة وصارت ما تحيض، هل وش نسوي به؟ هل نلحقها بالآيسات أو نبقيها على ذمة الحيض حتى يرجع إليها الحيض؟ قالوا هذه تنتظر حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الإياس، المهم أنها تنتظر. إذا كانت تحيض وارتفع حيضها وطلقت فإننا نبقيها على الأصل، وهي أنها من ذوات الحيض، إما أن يعود عليها الحيض فتعتد به، وإما أن تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. الخامسة المتوفى عنها وعدتها 4 أشهر و10 أيام، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن يعني تمت 4 أشهر و10 أيام فلا جناح عليكم يعني في خطبتها، ولا جناح عليها أيضا في التزين والتعرض للخطاب، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف يعني من الزينة والخضاب والتعرض للخطاب. السادسة امرأة المفقود، امرأة لها زوج وفقد ما يدرى وين راح، هذا يجتهد الحاكم في ضرب المدة له، والسؤال عنه، فإن انقطعت أخباره حينئذ يحكم القاضي بموته، فتعتد من حين الحكم بموته 4 أشهر و10 أيام. القاضي يجتهد في ضرب المدة التي يتحرى فيها الحصول على خبر عنه، هل هو حي ولا ميت؟ فإذا مضت المدة التي ضربها القاضي ولم يعلم عنه الخبر، فالقاضي يحكم حينئذ بموته، لأنه لو كان حي لتبين خبره، فيحكم بموته وتعتد 4 أشهر و10 أيام من حين الحكم بموته. هذه أنواع المعتدات على سبيل الإجمال. نعم. والعدة الحكمة فيها عدة حكم. أولا العلم ببراءة الرحم من الزوج المفارق، قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره. فمن الحكم في ضرب العدة العلم ببراءة رحم المرأة المفارقة، لئلا يدخل عليها زوج جديد وهي حامل فيحصل اختلاط الأنساب. ومن الحكم أيضا الحزن على الزوج المفارق، إظهار الحزن عليه والتأسف عليه، إنه على طول إذا فارقها يأتيها زوج آخر، لا، بل تنتظر حرمة للزوج المفارق وإظهارا للحزن عليه، هذا فيه احترام حقوق المسلمين. والمرأة مكرمة، ما هي بهيمة يحول عنها هذا وينزو عليها الآخر، لا، المرأة محترمة، والمفارق أيضا محترم، كل من الزوجين له حرمة، فجعل الله هذه المدة من أجل احترام العقود،
عقود المسلمين واحترام الزوجين. فهذه من أعظم الحكم في العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى بعد المفارقة بين الزوجين. نعم، كانوا في الجاهلية وفي أول الإسلام كانت المرأة المتوفى عنها تعتد سنة، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. فنسخ الله هذه الآية بالآية التي قبلها، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فالآية الأولى ناسخة للآية الثانية التي فيها العدة سنة، وهذا من تيسير الله، وهذا من النسخ إلى أخف، النسخ إلى أخف هذا مثاله. نعم. مسألة: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقوله سبحانه: العدة إنما تجب، العدة إنما تجب في المفارقة في الحياة بشرط الدخول بها، فإن طلقها قبل الدخول فليس عليها عدة. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. أما المفارقة بالموت فعليها العدة، لو عقد عليها ومات عليها العدة ولو لم يدخل بها، بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. والآية مطلقة، المدخول بها وغير المدخول بها. ولما سئل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه المسألة أفتى بأن عليها العدة، امرأة عقد عليها رجل ثم توفي قبل الدخول، أجاب رضي الله عنه بأن عليها العدة عملا بعموم هذه الآية. فقام رجل فقال: أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ما قضيت. نعم، في قصة بروع بنت واشق المعروفة. نعم، ففرح عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بهذا فرحا شديدا، حيث وافق حكمه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. مسألة: ولا عدة على من فارقها زوجها في الحياة قبل المسيس، لقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم. مسألة: والمعتدات ينقسمن أربعة أقسام. أربعة أقسام. إحداهن أولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، من وفاة وغيرها. نعم. حرائرهن أو دماء. نعم. من فرقة الحياة أو الممات، لقوله سبحانه: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. مسألة: ولو كانت حاملا باثنين. ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الطلاق عدة الحيض وعدة غير الحيض وعدة المتوفى عنهن وعدة الحوامل، أربعة أنواع، أربعة أنواع. لا، عدة الحيض ذكرها الله في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذه في الحيض. في سورة الطلاق ذكر الله عدة الآيسات والصغار اللاتي لم يحضن، وذكر عدة الحوامل، وذكر الله أيضا في سورة البقرة عدة المتوفى عنها. هذه أربع في الإجمال، على سبيل الإجمال هذه أربع. زد عليها الفرعين اللذين ذكرناهما، وهي من ارتفع حيضها لآفة أصابتها وزوجة المفقود، يكون المجموع ست. المذكور في القرآن أربع، ويتفرع عنها نوعان، المجموع
ستة أنواع كما ذكر الفقهاء رحمهم الله. نعم. مسألة ولو كانت حاملا بإثم. ذكر الله في البقرة نوعين وذكر في سورة الطلاق نوعين، فيكون المجموع أربعة أنواع على سبيل الإجمال. نعم. مسألة ولو كانت حاملا بإثنين لم تنقضي عدتها حتى تضع الثاني منهما للآية. لو كانت حاملا باثنين فوضعت الأول لم تخرج من العدة حتى تضع الثاني، فلو فرضنا أن وضعت الأول بعد المغرب ولم تضع الثاني إلا من الغد، فإنها لا تخرج من العدة إلا بوضع الثاني، لأنه يصدق عليه حمل، فوضعها للأول لا يصدق عليها أنها وضعت حملة حتى تضع الثاني. نعم. مسألة والحمل الذي تنقضي به العدة ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان لأنه ولد. الوضع الحمل الذي تنقضي به العدة ما تبين فيه خلق الإنسان، إذا ألقت المرأة مضغة فيها تفريض اليدين والرجلين والرأس خرجت من العدة، أما إن وضعت قطعة لحم ليس فيها شيء من التخليق أو كانت قبل طور المضغة بأن كانت علقة أو طور المني النطفة 40 اليوم الأولى فإنها لا تعتد بالحمل، هذا حمل لا تعتد به، لا بد من 4 أشهر و10 أيام، وأقل مدة يتبين فيها خلق الإنسان أقل مدة 81 يوما، لأنه 40 يوم يكون نطفة و40 يوم يكون علقة يعني دم، و40 الثالثة يكون مضغة ويخلق، ف40 و40 كم؟ 80. إذا دخلت في 40 الثالثة وهي طور المضغة فحينئذ يمكن أن يخلق الولد 81 يوم، أول يوم من 40 الثالثة. نعم. فإذا جاءت 40 الرابعة فإنه يرسل إليه الملك وتنفخ فيه الروح كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة يعني مني، ثم يكون علقة يعني دما مثل ذلك، ثم يكون مضغة يعني قطعة لحم يتحول الدم إلى قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملاك يعني في 40 الرابعة فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات كما في الحديث. نعم. الثاني اللاتي توفي أزواجهن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 إن كانت حرة، و2 شهر و5 أيام إن كانت أمة. نعم. وسواء مات قبل الدخول أو بعده إذا لم تكن حاملة، لقوله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. وهذا عام للمدخول بهن وغير المدخول بهن. وقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. وهذا عام أيضا، الحديث عام، والإحداد معناه اجتناب الزينة والطيب والتحسين مدة العدة، هذا الإحداد، الإحداد من أحكام العدة وليس هو العدة لكنه من أحكام العدة، لأن تتجنب الطيب والزينة والتحسين لأن هذا يرغب فيها الرجال. فلو فرضنا أنها اعتدت ولم تحد عدة صحيحة بمضي وقتها، حتى لو فرضنا أنها لم تعلم بوفاة زوجها إلا بعد مضي 4 أشهر و10 أيام، فالعدة لا تبدأ من العلم وإنما تبدأ من الوفاة، فتكون خرجت من العدة ولو لم تحد، وتكون معذورة بترك الإحداد لأنها لم تتعمد هذا.
نعم. فالإحداد شيء والعدة شيء آخر. نعم. لكن العوام يسمون العدة إحداد، يقولون هي بالإحداد، هذا ما هو صحيح. قال هي في عدة الوفاة سواء أحدت أو لم تحد. نعم. مسألة، والأمة على النصف من ذلك، يعني لها شهرين وخمسة أيام على النصف من الحرة. نعم، لأنها في عدة الطلاق على النصف من الحرة، وكذلك في عدة الوفاة. نعم. والأمة على النصف من ذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على أن عدة الأمة المطلقة نصف عدة الحرة، يجب أن يكون المتوفي عنها زوجها عدتها نصف عدة الحرة. المتوفي ما يصلح، قال المتوفى، المتوفى توفاه الله، فالمتوفي من هو؟ هو الله، المتوفي هو الله، والمتوفى هو الميت. لا تقول المتوفي، تقول المتوفى. الله يتوفى الأنفس حين موتها، فالمتوفي هو الله. ويروى نكتة في هذا، أن جنازة قدمت في المسجد، فقال واحد: من هو المتوفي؟ قال: الله. قال الثاني: الله. تعاظم الناس هذا، قالوا: كيف الله يموت؟ فالتعبير صحيح أن المتوفي هو الله، وإن كان الناس عندهم أن المتوفي هو الميت، هذا غلط لحن. نعم. الثالث: المطلقات من ذوات القرون يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، وقيل الأمة أيضتان. هذا في سورة البقرة: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون، ومعنى يتربصن، التربص هو العدة، معناه الانتظار. نعم. لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: طلاق الأمة طلقتان وطلقها حيضتان. فدل على أن المراد بالقروء الحيض، هذا دليل الحنابلة الحنفية على أن المراد بالقروء الحيض. أما المالكية فيقولون المراد بالقروء الأطهار، لأن هذا هو معناه في اللغة، والحقيقة أن القرء مشترك، قرء مشترك في اللغة، يطلق ويراد به الحيضة ويطلق ويراد به الطهر. نعم. ولكونه مشتركا اختلف العلماء، من أسباب الاختلاف بين العلماء الاشتراك، فهو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد. أكثر أسباب اختلاف العلماء أن يكون اللفظ محتملا لمعنى ولأكثر من معنى، أن يكون اللفظ محتملاً لأكثر من معنى، فكل عالم يأخذ بمعنى غير المعنى الذي أخذ به العالم الآخر، ويكون اختلافهم هذا سائغاً، يكون اختلافهم هذا سائغاً، لأنه ليس مخالفة وإنما هو اختلاف. نعم. المراجع يأخذ أيوه. ها؟ المراجع يأخذ. المراجع. يعني زوجي طلقه. حسب ما يفتى، حسب ما يفتى به. يسأل ويأخذ بقول من يفتيه، إن كان حنبلي يأخذ بالحيض، وإن كان مالكي يأخذ بالأطهار. نعم. والحمد لله الأمر في هذا واسع. نعم. فصل. وفي الإقراء روايتان. نعم. وفي الإقراء روايتان. الأقراء. وفي الأقراء روايتان. نعم. إحداهما هي الحيض لهذا الخبر، لقوله هو القرء المرأة حيضتان، أطلق على القرء أنه الحيض. نعم. وقول الصحابة رضي الله عنهم وقوله عليه السلام: تدع الصلاة أياما أقرأها. كذلك هذا من أدلة الحنابلة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحاضة: تدع الصلاة أياما أقرائها، فالمراد بأقرائها هنا أيام حيضها المعتاد قبل أن يصيبها الاستحاضة، فأطلق على الحيض أنها أقرى. هذا لا شك فيه أن القرى يطلق على الحيض ويطلق على الطهر، هذا لا شك فيه. نعم. وقال لي فاطمة: فإذا أتى قرؤك فلا تصلي. قرؤك يعني حيضتك. وإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء.
رواه النسائي. هذا واضح بأن المراد بالأقراء الحيض. نعم. ولأنه معنى يستبرأ به الرحم فكان بالحيض كاستبراء الأمة. نعم، لأن المراد بالعدة استبراء الرحم، ولا يستبرأ الرحم إلا بالحيض، لأن المرأة إذا حاضت هذا دليل على أنها لم تكن حاملة، لأن الحامل لا تحيض. نعم. والثانية الحكم للأطهار، الرواية الثانية عن أحمد وهي مذهب مالك. نعم. بقوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن، أي في عدتهن. طلقوهن لعدتهن، واللام بمعنى في، أي في عدتهن. ومعلوم أنه لا يجوز الطلاق في الحيض، فدل على أن المراد بالعدة الأطهار. نعم. وإنما تطلق في الطهر. نعم. فإذا قلنا هي الحيض لم يحتسب بالحيضة التي طلقها فيها حتى تأتي بثلاث كاملة بعدها. إذا طلقها وهي حائض وقع الحيض، وقع الطلاق، ولكن يراجعها، ولكن السنة أن يراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم يطلقها في طهر لم يمسها فيه. لكن لو فرضنا أنه ما راجعها، طلقها في الحيض ولم يراجعها، نقول وقع الطلاق، ولكن هذه الحيضة التي طلقت فيها لا تحتسبها من العدة، لأنها مضى بعضها، والله تعالى يقول ثلاثة قروء، يعني لازم تكون كاملة، والحيضة التي طلقت فيها ليست كاملة فلا تعتد بها. نعم. بقوله سبحانه ثلاثة قروء تتناول الكاملة. نعم. فإذا انقطع ذمها من الثالثة حلت في إحدى روايتين لأن ذلك آخر القروء. يعني نهاية العدة هل تحصل بانقطاع الدم من الثالثة أو لا بد من الاغتسال، لا بد من التطهر؟ صحيح أنها تنتهي بانقطاع الدم ولو لم تغتسل، فلو عقد عليها، لو عقد عليها بعد طهرها وقبل أن تغتسل صح العقد لأنه وقع خارج العدة. نعم. وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة، لأجل أن ينقطع أثر الحيضة بالاغتسال، أما قبل أن تغتسل فلا يزال أثر الحيضة باقيا وهي في حكم الحائض، فلو عقد عليها على هذه الرواية العقد باطل لأنه وقع وهي لم تنتهي عدتها. هذه ثمرة الخلاف. نعم. أنه لو وقع عقد على معتدة بعد انقطاع دمها من الحيضة الثالثة وقبل أن تغتسل هل يصح هذا العقد أو لا يصح؟ تقول على الخلاف. نعم. وفي الأخرى وكذلك بالنسبة للمراجعة. نعم، في الرجعية يعني على الخلاف. نعم. وفي الأخرى كذلك الجماع، لكن الجماع فيه نص من في القرآن ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن، فرتب الله إباحة الإتيان على شيئين، الطهر والتطهر، الطهر معناها الانقطاع الدم والتطهر معناه الاغتسال، والمرتب على شيئين لا يحصل بأحدهما، هذه القاعدة. نعم. وفي الأخرى لا تحل حتى تغتسل من الحيضة الثالثة لأنه يروى عن الكافر من الصحابة رضي الله عنهم أبي بكر وعثمان وعبادة وأبي موسى وأبي الدرداء رضي الله عنهم. نعم. وإن قلنا الأقراء الأطهار احتسبت في الطهر الذي احتسبت في الطهر الذي طلقها فيه فرحا ولو بقي منه لحظة. نعم. قوله سبحانه فطلقوهن لعدتهن أي في عدتهن، وإنما يكون في عدتهن إذا احتسبن به، ولأن الطلاق إنما قوله في عدتهن يدل على أنه لو طلقها في أثناء الطهر أن هذا يحتسب لأنه طلقها في عدتها فسماه عدة، سماه عدة دل على أنه يحتسب. نعم.
ولأن الطلاق عندما جعل في الطهر دون الحيض كي لا يضر بها فتطول عدتها. يعني الفرق بين القولين، إذا قلنا المراد بالقرء الحيض أو قلنا المراد به الطهر، الفرق أنه إذا قلنا المراد الأطهار تطول عدتها، أما إذا قلنا الحيض فإنها لا تطول عدتها، تكون أقل. نعم. المراجعة ما في فرق بالرجعية، رجعية ما في فرق. نعم. نعم. ولو لم تحتسب ببقية الطهر البقاء لم تنقضي ردتها بالطلاق فيه. نعم. وآخر ردة آخر الطهر الثالث إذا رأت الدم بعد وقرت ردتها. إذا على العكس من القول الأول، إذا بدأت الحيضة الثالثة انتهت عدتها. هذا على القول بأن المراد بالقروء الأطهار، لأن القرء ينتهي ببداءة الحيضة، فإذا رأت الدم أول ما تراه الحيضة الثالثة تنتهي عدتها عند من يرون أن الأقراء الأطهار. نعم. وهذا من الفروق اللي يقول أن المراد بالأقراء الحيض يشترط في نهاية العدة انقطاع الدم من الحيضة الثالثة، والذي يرى أن الأقراء الأطهار يشترط في نهاية العدة بداية الحيض في الحيضة الثالثة. نعم. الرابع اللائي يشتن المحيض فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضر. اللائي يئسن من المحيض، بلغنا سن الإياس وهو 50 سنة، سن الإياس 50 سنة على المشهور، وقيل 60 سنة، الله أعلم، لكن المشهور والذي المذهب أنه 50 سنة. واللائي لم يحضن للصغر، ففرضنا أنه عقد على امرأة صغيرة طفلة في سن التمييز أو أقل ثم طلقها، هذه مثل الآيسة تعتد بالأشهر 3 أشهر بدل الحيض. نعم. بقوله سبحانه واللائي يئسن من المحيض من نسائكم يرتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن. يرتبتم يعني في حكمهن، هذا ليس هو شرطا للعدة بالأشهر، وإنما هو لإزالة اللبس. إن ارتبتم يعني التبس عليكم أمر العدة فنحن بيناه لكم. نعم. هذا إذا كانت حرة، وإن كانت أمة فعدتها شهران، لأن كل شهر مكان حر وعدتها بالأقراء قرآن، وعنه عدتها 3 أشهر لعموم الآية، ولأن كبار الشهور لمعرفة براءة الرحم ولا تحصل بأقل من 3. هذا بالنسبة للأمة، قيل شهران وقيل 3 شهور. نعم. وعنه عدتها شهر ونصف، لأن عدتها نصف عدة الحرة، والحرة 3 أشهر ونصف، الثلاثة شهر ونصف. نعم. وعدة الحرة 3 أشهر فنصفها شهر ونصف، والأشهر تتنصف، الأيام تتنصف، يكون شهر ونصف. نعم. وإنما كمل الأقراء لتعذر تنصيفها، تنصيفها لتعذر تنصيفها، لما كملت الأقراء قرآن لأن القرآن لا يتبعض، وأما الأشهر فإنها تتبعض. نعم. وتنصيف الأشهر ممكن. نعم. مسألة ويشارك. نعم. يطلق رجل امرأته بعد يوم من هذا، كيف يحسب عقد الأقراء؟ يقول ولو لحظة، إذا بقي في الطهر ولو لحظة طلقها في هذه اللحظة يعتبر قرء، لأنه يصدق عليه قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن، يعني في عدتهن، فسماه عدة مع أنه ما بقي إلا قليل. نعم. مسألة ويشرع التربص مع العدة في 3 مواضع، أحدها إذا ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، فإنها تتربص
تسعة أشهر ثم تعتد عدة الآيسات تسعة أشهر. هذا فيه على المذهب تفصيل، إذا ارتفع حيضها كانت تحيض ثم انقطع حيضها، قالوا هذه لا تخلو من حالتين كما في متن الزاد وغيره. الحالة الأولى أن لا تعلم ما السبب الذي رفعه، ما تدري، ارتفعوا بس ولا تدري، هذه تعتد بتسعة أشهر، تعتد بسنة، تعتد بسنة 12 شهر، تسعة للحمل لأنه يمكن تكون حامل، فإذا مضت التسعة ولم يتبين فيها حمل تعتد بعدة الآيسة ثلاثة أشهر، يعني تجمع بين الاحتمالين، تجمع بين الاحتمالين، احتمال أنها حامل فتعتد بالحمل، أو أنها آيسة فتعتد بالأشهر. إذا جمعت الاحتمالين تسعة أشهر وثلاثة أشهر صار المجموع 12 شهر، هذا إذا لم تدري ما رفعه. أما إذا كانت تدري ما السبب الذي رفعه، تعاطت حبوب وأخذت علاج أو أجرت عملية، تدري عن السبب الذي قطع عنها الحيض ولا تدري هل يرجع أو لا يرجع، هذه يقولون تجلس وتبقى إلى إما أن يعود الحيض فتعتد به، وإما أن تبلغ سن الإياس فتعتد عدة الإياس. هذا صعب هالقول، هذا نعم بيفوت عليها المسكينة حياتها. نعم كيف الأطباء؟ والأطباء يعلمون الغيب؟ ما يعلمون الغيب، ما يدرون هو يرجع أو ما يرجع. نعم، مع أن الطب كان موجودا عند وقت الفقهاء، الطب هو جديد معروف من أصل. نعم، إيه لكن هل يرجع ولا ما يرجع؟ ما ندري، حتى لو زال السبب ما ندري هو يرجع ولا لا. نعم، شو وقفت عليه؟ طيب خليك عند هذا. لا إله إلا الله. نعم. فضيلة الشيخ، رجل متزوج قال قد طلقت زوجتي، ويقصد بذلك الإخبار عن الماضي، ولكنه في الحقيقة لم يطلق زوجته قبل تلك الكلمة، ولم يكن بها الطلاق، وإنما الإخبار عن الماضي لا تحسب عليه طلقة، وهذا من اللغو والكذب. هذا فيه احتمال أنه يريد الإخبار أو يريد الإنشاء، فله أن يفسر ما أراد، إن كان يريد الإخبار فهو كاذب ولا شيء ولا حصل شيء، وإن كان يريد الإنشاء فهي تطلق. نعم، وهذا الشيء في ذمته، يعلق بذمته وأمانته. نعم. فضيلة الشيخ، زوجة المفقود إذا كانت حاملا عند فقده ولم يحكم الحاكم إلا بعد وفاتها فبما تعتد؟ 4 أشهر و10 أيام. نعم. فضيلة الشيخ، هل بقاء النشيمة في الرحم بعد الوضع يعد من الحمل؟ لا، لا يعد من الحمل، إنما بقاء الجنين في الرحم هو الذي يعد من العدة، ما إذا خرج الجنين ولم يبقى إلا المشيمة هذا لا يعتبر من الحمل. نعم. فضيلة الشيخ، المرأة التي أزالت رحمها لمرض أو غيره، ما عدتها إذا طلقت؟ عدتها بالأشهر، تعتد بالأشهر 3 أشهر. نعم، لأنها آيسة من الحيض. نعم. فضيلة الشيخ، إذا وضعت الزوجة ما لم يتبين فيه خلق الإنسان فكيف تعتد؟ إذا وضعت ما لم يتبين في خلق الإنسان تعتد بالحيض،
تعتد بالحيض ونعتبر هذا الدم إن نزل عليها دم نعتبره دم فساد ما هو بحيض، لازم من ثلاث حيض بعد ما يذهب عنها دم الفساد. نعم. فضيلة الشيخ، من أسر زوجها في قتال ثم سجن في بلد آخر فكيف تكون عدتها؟ هذه لا تزال في عصمته ما دام متيقنين أنه حي ولكنه مأسور، لا تزال في عصمته. لكن لو ادعت الضرر في الانتظار وادعت الضرر فللحاكم أن يفسخها إزالة للضرر عنها، فسخ فسخها إزالة للضرر عنها فتعتد عدة طلاق. نعم. إذا فسخها الحاكم، إذا فسخها الحاكم لو رجع ما له فيها شيء. أين؟ نعم. فضيلة الشيخ، هل تكفي الفيئة المجردة عن النفق بارتجاع زوجته المطلقة دون الثلاث؟ الرجعة قصده، الفيئة هذه الإيلة لكنه يقصد الرجعة. الرجعة تحصل إما بالقول وإما بالفعل. بالقول يقول راجعت زوجتي أو ارتجعتها أو رددتها أو أمسكتها، أو بالفعل وهو أن يطأها، إذا وطئها حصلت الرجعة. نعم. فضيلة الشيخ، كم تعتد المطلقات خطاء خلقها الثلاث والتي بانت بها هل بحيضة واحدة أو بثلاث حيضات وهل ذلك براءة للرحم أو لحق الزوج الأول؟ قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، هذا عام في الباين وغيرها. الباين تعتد بثلاثة قروء. نعم. لعموم الآية. فيه من يرى من العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية أن الباين تعتد بحيضة واحدة، لأن الحيضة الواحدة يعلم بها براءة الرحم، وهذه ليست رجعية يطول عليها العدة لأجل إتاحة الفرصة لزوجها يراجعها، ولكن الصحيح والذي عليه الجمهور أنه لا بد من ثلاث حيض لعموم الآية. نعم. فضيلة الشيخ، إذا توفيت المطلقة أثناء وضعها للحمل فهل يرثها زوجها أم لا؟ إن كانت رجعية يرثها زوجها، وإن كانت بائنا لم يرثها. نعم. فضيلة الشيخ، من كانت حاملا ووضعت قطعة لحم هل تبدأ عدتها منذ أن توفي زوجها أم منذ أن وضعت قطعة اللحم؟ وإن كانت مطلقة هل تعتد ثلاثة أيام؟ هذا مر الجواب عليه. إن كان تبين فيه خلق إنسان خرجت به من العدة، وإن كان لم يتبين فيه خلق إنسان فلا بد من 4 أشهر و10 أيام من حين الوفاة. نعم. فضيلة الشيخ، ما حكم هبة الأم لولدها؟ هبة حيث إنها اشترت له سيارة ليقوم على حاجته وحاجة المنزل ويخدم إخوانه وأخواته، هل هذه هبة جائزة أم لها مثل حكم الأب؟ إذا كانت السيارة للحاجة وللمنزل هذه ليست هبة، إنما هي لحاجتهم ولم تملكها للإبن، تمليك ما يجوز، هذه مشترات للحاجة فتكون للجميع وليست خاصة بالإبن. أما إن خصته بها وملكته إياها فهذا لا يجوز حتى تعطي الآخرين مثله. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا.